السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفروض ان النهاردة كنت هتكلم معاكم عن اللاعب عمرو ميداني وانتقاله لنادي الاتحاد السكندري، وانا فعلا هكلمكم عن الموضوع ده النهاردة بالتفصيل. ولكن اثناء ما انا بحضر في الفيديو ببص لقيت ماتش شغال، ماتش نار ما بين الاهلي السعودي وما بين الرائد السعودي. الماتش ده انا بعد ما تابعته لقيت امر غريب وامر كارثي حلو، يعني كارثي من النوع الحلو ومن النوع اللطيف. النهاردة هو يوم كرة القدم السورية، النهاردة هو يوم سوري بامتياز. النهاردة أنا كنت بشوف العراقة بتاعت كرة القدم السورية مقابل القوة والشباب والبطولة بتاعت كرة القدم السورية. النهاردة الأهلي السعودي كان طبعا بيقوده عمر السومة، وقدم النهاردة أداء عالمي وسجل هدفين ولا أروع، هدفين عالميين بدون أي نقاش. وفي الناحية التانية نادي الرائد كان في لعيب كده موجود، وانا بعتذر على كلمة لعيب ما تفهمونيش غلط، احنا في مصر بنقول على المحترف الشاطر لعيب كده ما حصلش قبل كده، وعنده 36-37 سنة، وانتوا دايما بتسألوني عنه، وهو جهاد الحسين. النهاردة قدم مباراة مع الرائد رائعة، وبالرغم من خسارة نادي الرائد، ولكن بالمناسبة المباراة انتهت 2-1 لصالح الأهلي السعودي، هدف لنادي الرائد اتسجل في الأول، وبعد كده هدفين لعمر السومة عاد بيهم وجلب موازين المباراة. طبعا الهدف صنعه اللاعب الرائع والخلوق والكابتان جهاد الحسين. وأنا هنا أتساءل، أين جهاد الحسين من المنتخب السوري؟ أنا بوجه رسالة الآن للاتحاد السوري لكرة القدم، وبوجه رسالة للكابتن المقبل مدرب المنتخب السوري، أيا ما كان بقى نزار محروس زي ما أنا متأكد، أو أريكسون أو نبيل المعلول أو أي مدرب آخر، فين جهاد الحسين؟ فين الكابتان جهاد الحسين؟ أنا النهاردة صدقا، وأنا ما بحبش أشبه اللاعبين العرب باللاعبين الأجانب، لكن أنا النهاردة شفت لاعب لا يقل في لمساته عن ميسي، إن لم يكن يتفوق طبعا، لأن جهاد الحسين عنده 37 سنة، يعني 36 سنة وشوية. أين جهاد الحسين من منتخب سوريا؟ الكابتن فجر إبراهيم كان دايما بيقول أن جهاد الحسين كبير في السن فمش هينفع يشارك. ناس بتقول أنه هو صرح تصريحات مش لطيفة على المنتخب السوري وكرة القدم السورية والاتحاد السوري اللي فات، ولكن تعالوا بقى إيه نرجع المايه المجاريها، أين جهاد الحسين من كرة القدم السورية يا اتحاد كرة القدم السوري؟ أتمنى أن أراه في الأيام المقبلة مع المنتخب السوري الأول للرجال بإذن الله. النهاردة عمر السومة زي ما قلت لكم عمل مباراة للتاريخ، عاد من الخسارة للفوز، وقدم الفوز بهدفين مقابل هدف على طبق من ذهب لجروس مدرب الأهلي السعودي. وطبعا بعد ما سجل الهدفين ده أكيد متوقع في الأيام المقبلة إن هو ينافس على لقب هداف الدوري السعودي بإذن الله إن شاء الله. وفي فيديوهات بعد كده هنتكلم معاكم عن ترتيب عمر السومة في الدوري السعودي، وليه فيديوهات بعد كده سيبولي في التعليقات أسفل الفيديو، لأن أنا النهاردة النت عندي فيه مشكلة. قولولي هل يا ترى عمر السومة دلوقتي مركزه فين في ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدفين النهاردة مع الأهلي السعودي ضد نادي الرائد؟ تعالوا بقى نتكلم عن موضوع النهاردة واللي أنا كنت المفروض أكلمكم عنه، وهو عمرو ميداني. ناس كتيرة جدا جدا منكم كانت بتكلمني عن عمرو ميداني وبيقولولي المفروض ان انت تغطي اخباره والمفروض ان انت تهتم بيه وكده، تحديدا وان عمرو ميداني هو لاعب قوي جدا جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، مدافع صخرة طبعا من وجهة نظري هو المدافع رقم 2 بعد احمد الصالح، طبعا احتراما للخبرة واحتراما للسن واحتراما لعدد المباريات الدولية. عمرو ميداني لعب مباريات دولية مع المنتخب السوري الاول للرجال 60 مباراة دولية ما شاء الله لا قوة الا بالله. عمرو ميداني لعب مع نادي الوحدة، عمرو ميداني لعب مع نادي الميناء العراقي، لعب مع نادي الكويت الكويتي وساب نادي الكويت الكويتي بالتراضي، وايضا لعب مع نادي بيراميدز المصري، والان يعود من جديد للدوري المصري من جديد. عاد عمرو ميداني من جديد مع الدوري المصري مع نادي عريق وكبير، ونادي لا يشق له غبار، نادي الان هو في المركز الثالث في الدوري المصري، وهذا النادي هو نادي الاتحاد السكندري. طبعا هو الآن في المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 25 نقطة خلف كل من الأهلي طبعا في المركز الأول برصيد 36 نقطة، وفي المركز الثاني نادي المقاولون برصيد 29 نقطة. وكتبت صفحة المصري اليوم الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع المدافع السوري عمرو الميداني، وكتب أيضا عدد كبير من المواقع الأخرى ولعل أبرزهم طبعا موقع اليوم السابع، وكتبوا الاتحاد السكندري يتعاقد مع عمرو ميداني لموسم ونصف، وأشاد
الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة السيد طلعت يوسف المدير الفني بقدرات الميدان الفنية والبدنية وخبراته الدولية مع المنتخب السوري 60 مباراة يا جماعة، وخبراته الكبيرة في هذا المركز، المركز المدافع، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة تميزه في ألعاب الهواء. وطبعا نادي الاتحاد السكندري الآن يبحث عن مدافع إن شاء الله في الأيام المقبلة بإذن الله، إن شاء الله سنجد عمرو ميداني أساسيا بإذن الله إن شاء الله أتمنى مع نادي الاتحاد السكندري. طبعا نادي الاتحاد السكندري بإذن الله إن شاء الله عنده في الأيام المقبلة مباراة مهمة جدا في البطولة العربية مع نادي الإسماعيلي، المباراة يوم الحد الموافق 26/1 الساعة 6 مساء. أنا ما أعتقدش إن مدرب الاتحاد السكندري هيدفع كده فورا بعمرو ميداني، أعتقد إن عمرو ميداني لازم الأول يستقر بشكل ما مع نادي الاتحاد من خلال التدريبات المستمرة. وطبعا ناس كتيرة جدا جدا منكم كانت بتقول لي أنت المفروض تتابع أخبار كرة القدم المصرية، أنت ليه بتتابع أخبار كرة القدم السورية؟ أديني عم جنالكم هنتابع أخبار كرة القدم المصرية فقط من أجل عيون عمرو ميداني. عمرو ميداني لاعب يتميز بأنه هو صغير السن، عنده حوالي 26 سنة أو 25 سنة وشوية، هو مواليد 26 يناير سنة 1994، يعني عيد ميلاده إن شاء الله بإذن الله بعد 3 أيام من دلوقتي، وأنا بقول له يعني كل سنة وانت طيب بشكل مقدم. يعني أتمنى كل التوفيق لعمرو الميداني في الأيام المقبلة، وبإذن الله إن شاء الله يكون اشتراكه مع نادي الاتحاد لأطول فترة ممكنة ويكون أساسي بإذن الله في كل المباريات، وإن شاء الله أتمنى أن يكون ده بداية جيدة عشان ينتقل بإذن الله إن شاء الله من نادي الاتحاد السكندري للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك. طبعا بكل تأكيد النادي الأهلي ونادي الزمالك طبعا أندية بكل تأكيد بتكون شيء جيد في مشوار أي لاعب عربي، ولو أني عارف أن ناس كتير جدا منكم بيقولوا أن نادي الأهلي والزمالك هم مقبرة اللاعبين السوريين، يمكن ده أكتر مع نادي الأهلي تحديدا، ولكن أنا أعتقد أني من خلال الأيام الحالية ومن خلال التغييرات اللي حصلت في النادي الأهلي أو في نادي الزمالك ما أعتقدش أن هم هيجيبوا لاعب زي عمرو ميداني إلا لما يكونوا محتاجين لي فعلا، وده اللي حصل مع نادي الاتحاد السكندري. وصلت معكم لفقرة الرد على تعليقاتكم الكريمة، والتعليق الأول من حساب يحمل اسم ميسي سيريان، أخي عندي سؤال، ليش ما اقترحوا محمد جويد لتدريب المنتخب؟ أخي الغالي الاسم اللي أنت طرحته الكابتن محمد جويد أنا أحترمه جدا جدا، وأنا قرأت عنه بعض من المقالات، ولكني اعتقد ان الاتحاد السوري الحالي يبحث عن الاسماء القريبة منه. اسم الكابتن نزار محروس هو للامانة اسم قريب جدا جدا من الاتحاد السوري لكرة القدم، وانا عايز ازيدك من الشعر بيت، الاتحادات العربية اصلا حتى الاتحاد المصري دايما يعني ما يعود للقارة من جديد دايما بتفكر بهذا المنطق، ان هي عندها مجموعة من الاسماء دايما بتبدل ما بينها، هتلاقي الكابتن ايمن الحكيم، الكابتن فجري ابراهيم، الكابتن نزار محروس، واسماء اخرى هي اللي بتتداول على تدريب المنتخب السوري الاول للرجال، ولكني اتوقع باذن الله ان شاء الله ان الكابتن نزار محروس في نسخة 2020 هيكون مختلف بإذن الله إن شاء الله مع المنتخب السوري الأول للرجال. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم وادي على ياسمين، أستاذ أنت مين لحتى تقيم المدرب العظيم نبيل معلول صاحب الإنجازات الأقوى عربيا؟ نبيل معلول الرجل المناسب بالمكان المناسب. أختي وجع الياسمين أنا أتفق معك جدا جدا أن الكابتن نبيل معلول مدرب كبير جدا جدا، ولكن لازم تتذكري أمر مهم جدا جدا، وهو أن أنا مش محلل رياضي محنك، أنا متابع كويس جدا جدا لأخبار كرة القدم السورية. فلما أقول رأيي في الكابتن نبيل معلول طبعا أنا أجل من أن أنا أعمل كده، ولكن أنا بقول رأيي في الكابتن نبيل معلول كمتابع، بقول رأيي كمشاهد، بقول رأيي كمشجع للمنتخب السوري الأول للرجال، وهي في النهاية وجهات نظر. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم نادر نادر، والله إذا بيجيبوا مارادونا عوجة وبتضل عوجة. أخي الغالي أنا مش عايز يكون عندك تلك النزعة الإنهزامية، أنا أعلم جيدا أن الواقع الرياضي والاقتصادي والسياسي العربي في كل الدول العربية يعني أحيانا لا يبشرنا بالخير، أو على الأغلب لا يبشرنا بالخير، ولكن تفاءل خير وخلي بس عندك ثقة في ربنا عز وجل فقط. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم مجد مجد، أستاذ الكريم ممكن تظل الطالب ببقاء الحكيم بالأولمبي ولك جزيل الشكر. أخي الغالي أنا لست من أنصار أن الكابتن أيمن الحكيم يستمر مع المنتخب السوري الأولمبي للأمانة، يعني عشان أكون صادق معاك، الكابتن أيمن الحكيم له مني كل التقدير والاحترام، ولكن هو يلعب على الدفاع، وأنا ما بحبش في حياتي أن أنا أشوف أي مباراة يكون من أول دقيقة لآخر دقيقة دفاع. مباراة المنتخب السوري الأولمبي مع منتخب أستراليا أنا كان دمي محروق للأمانة، كان دمي محروق لدرجة لا تتخيلوها، ولما شفت في آخر المباراة اللاعبين وهم بيبكوا أنا بكيت معاهم للأمانة يعني. فأنا شايف أن أنت تلعب 103 دقيقة مع منتخب أستراليا من غير ما تسجل هدف
ده مش انجاز باي حال من الاحوال. وتعليق اخر من حساب يحمل اسم اسمر اسمر: تم الاتصال باريكسون ووافق على تدريب النسور. اخي اريكسون وافق. اخي الغالي اريكسون لم يوافق. من ابدى رغبة في تدريب المنتخب السوري هو وكيل اعمال سيفن اريكسون وليس اريكسون بنفسه. كل ما تم تداوله عن اخبار بان اريكسون وافق ده مش حقيقي. اريكسون الى الان بشكل رسمي لم يبدي اي رغبة شخصية في تدريب المنتخب السوري الاول للرجال. وتعليق اخير من حساب يحمل اسم طارق طارق 1986 طارق طارق 1986 هو اسمه كده والله: شو دخلك بالكرة السورية وشو عرفك عن الكرة السورية وانت مصري؟ والله ما بعرف. المهم مشاهدات، يرحم ابوك، خليك بالكرة المصرية. حاشتك تخبيص. انا ما عرفش كلمة تخبيص يعني ايه عشان ما تباش زي الكلمة بتاعت المرة اللي فاتت وتزعلوا مني. ياريت تقولولي في التعليقات يعني ايه تخبيص، بس انا اعتقد ان هي مش كلمة وحشة يعني. ممكن تكون معناها ان انا بنافق مثلا او اي حاجة. اخي الغالي انا ما بنافقش. والايام المقبلة يا عم عشان خاطر عيونك يا اخي طارق سنغطي اخبار الدوري المصري تحديدا نادي الاتحاد السكندري من اجل عيون عمرو ميداني، وباذن الله ان شاء الله انتظرونا في حلقات مستمرة عن كل ما يخص كرة القدم السورية فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.